قريبين حتى انهم يعرفوا بعضهم. اكيد سيان ديربي. قبل كل شيء نحب نشكر الاخوه الجزائريين على حسن الاستقبال على الحفاوه الكبيره خاصه معنا احنا التوانسه. الحقيقه لقينا ترحاب كبير برشا سواء من الجمهور اللي سندنا في المباريات اللي قبل ولا في النزل ولا حتى على مستوى المواصلات ولا حتى كي نخرجوا معنا للشارع مع الشعب الجزائري لقينا الحقيقة ترحاب خاص. هو تونس الجزائر هما زوج شعوب معناها إخوة من السابق. بالنسبة للمباراة تعرف دربي بين منتخب تونس ومنتخب الجزائري، فماش فريق قوي وفريق ضعيف، يعني كل منتخب حاول يلعب على نقاط ضعف المنتخب الآخر. رابح صديق لي لاعب سابق كيف كيف منتخب الجزائري، نعرف بلده مدرب حالي المنتخب الجزائري يلعب في بلاده مع الجمهور ومع ضغط الجمهور اللي صار ممكن على اللاعبين نتاعنا. في الآخر ممكن هك شفتوا تلعبت حصص إضافية وتلعبت على جزئيات صغيرة، ممكن نريد شوية المنتخب الجزائري على المستوى البدني لأنه ما كانش عنده عديد اللاعبين معناها اللي يقدر يشاركهم في المباراة. هذا ممكن في الأخير، لكن شفنا مباراة معناها من الفريقين تلعبت حتى الآخر، شفنا زوز حصص إضافية تلعبت في 80 دقيقة، فما برشا تعب على اللاعبين أكيد لأنه نهاية موسم تحضيرات نتاع ألعاب بحر الأبيض المتوسط، نعرفوا اللي بعد أسبوع باش نكونوا متواجدين في مصر مع بعضنا باش نحضروا البطولة الإفريقية. دونك المشاركة الحقيقة ممتازة وطيبة للفرق اللي باش تشارك من بعد إن شاء الله في بطولة إفريقيا، معناها باش يكون تحضير ممتاز، مباراة بطراز عالي. هذا هو معناها احنا الأساس منه كمنتخب تونسي هو أنه يشارك ونحضر الفريق كما يلزم، لأنه شفتوا الفريق تغير بريسك 70-80% من عناصر نتاعه، أغلبيتها عناصر شابة وما عندهمش ممكن الخبرة اللازمة. معناها شفنا في المباراة الأخيرة ضد صربيا معناها ما قدرناش ممكن نتعداو النص النهائي لأنه ينقصنا الخبرة وممكن ينقصنا المباريات من النوع هذا. على كل حال مرتبة خامسة لينا، مرتبة خامسة سادسة للمنتخب الجزائري. المفيد هو أحسن أنه اللاعبين الكل شاركناهم معطينا قسط معناها من الراحة لكل اللاعبين الآخرين زادة كيف كيف، وإن شاء الله نكونوا في أحسن حالتنا في البطولة الأفريقية إن شاء الله. شكرا. الشعب الجزائري كيفاش لقيتوا الإيواء الشعب الجزائري؟ والله شوف أنا نعتبر روحي في بلادي بكل صراحة، يعني لقينا الشعب الجزائري بضيف طلعوا، يعني كل شيء متوفر، تنظيم عال عال، ما لقيناش حتى يعني صعوبات على مستوى الإعاشة وعلى مستوى الفندق اللي احنا ساكنين فيه أو على مستوى التنقلات أو على مستوى التدريبات. احنا في بلادنا وجينا نحضر في بطولة افريقيا، وسعيد جدا باش نقابل بعض مخيان اللي كنت لعبت معهم في السابق في الفترة الذهبية في التسعينات، وان شاء الله يعني حظ موفق للمنتخب الجزائري في بطولة افريقيا كذلك المنتخب التونسي. واحنا نعرفوا اللي احنا في فترة تحضيرية هامة جدا، ناس كل خارجة يعني من تحضيرات ممكن مكثفة، فما إرهاق نوعا ما على الجماهيرين. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق البطولة الإفريقية القادمة ستدار في مصر، وإن شاء الله يعني نوصلوا يعني نشرفوا يعني كرة اليد التونسية وكرة الجزائرية أو المصرية كذلك باعتبارهم أشقائنا كذلك، وإن شاء الله يعني المقابلات هذوما يعطيه يعني نقفوا على النقائص نتاعنا سواء على مستوى الدفاع أو على مستوى الهجوم، وبالتالي ما هي إلا في الأخير فترة تحضيرية للبطولة الإفريقية إن شاء الله تكون في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مرسي. مرسي. مروان عرفنا بنفسك وقلنا عن المباراة كانت قوية مع الشقيق تاعكم الجزائر، ثم تعرفوا اللعبة تاعكم كيفاش شفتوا هذه المباراة؟ معكم لاعب على الشرف لاعب المنتخب الوطني التونسي. والله كيما ريت اليوم مباراة مع المنتخب الجزائري صغيرة صغيرة ديربي ديما معناتها الصغير وكل شيء، وهذا معناتها اون بارتي مع البريباراتيف مع الكوب دافريك فيها ديزون سي في اون جو صحيح على الكلاسمون وكل شيء، مازال عندنا معناتها قاعدين نحضروا الكوب دافريك وكانت شوية سيري مباراة بلوز امبورتون اللي خرجنا مع سون بليسيور هذاك مباراة باهية وروح رياضية وكل شيء. أول شيء مهم إن شاء الله كأس إفريقيا إن شاء الله. مروان خلينا نذكر البطولة، خلينا نحكي على الدورة، يعني كيف شفت لها الشعب الجزائري؟ كيف شفت الإيواء الإطعام من كل ناحية في تنظيم هذه المنتظرة؟ والله الحقيقة متعرفي معناتها نبدأ من الإقامة نتاعنا معناتها إقامة مميزة جدا معناتها التنظيم
لا الحق معناتها الشعب الجزائري هنا معناتها هونديري معناتها نلعبوا في تونس كل فرحانين بينا واحنا الجزائر معناتها اشقاء معناتها اون سو سون معناتها بيان ايسي ماهيش دي زيترونجي معناتها تونس هذا كيف كيف والتنظيم وكان كل شيء متميز. يعطيك الصحة. شكرا. ان شاء الله شكرا. صحة. لونور بنوش اليوم يعني كما في الكلاسمون ونشوفنا يعني لي دو كوتي يعرفوا اللعب تاع بعضهم. والله أول حاجة الحمد لله على الانتصار كما شفنا يعني منتخب جزائري منتخب محترم جدا عملنا العديد كما عملنا حاجة زي كما عملنا حاجة غلط إن شاء الله نحاول نبنيو على الباهي إن شاء الله نصرفوا الغلط كما قلت لك معناها جينا الألعاب المتوسطية باش نحضر إن شاء الله بطولة أفريق إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكون في العون معنا ومعنا جميع المنتخبات إن شاء الله. خلينا بك نعرفوا كيف شفت الجمهور الجزائري كيف شفت التحضيرات معنا؟ الحقيقة المباراة مع صربيا وقف معنا الجمهور الجزائري برشا احنا أشقاء عندنا علاقة باهية مع الشعب الجزائري الحمد لله تبقى كان العلاقة الباهية في الآخر إن شاء الله ديما نبقاو إخوة و التنظيم كل شيء معناها مليق الحمد لله اوتيل كل شيء مليق الحمد لله. Les honneurs, oui, avec le match qu'on a fait contre l'Espagne, on a heurté, c'est-à-dire une équipe, on a eu un choc, ils devaient se ressaisir. Et je tiens à remercier ces joueurs pour la prestation qu'ils ont fait. Ce que je veux dire la dernière fois, c'est un derby 50-50. Je remercie la Tunisie aussi sur l'effort qu'ils ont produit. Et là aujourd'hui on a produit un jeu, ça veut dire pas migration, on a produit un beau jeu. Et c'est pas, ça fait bien longtemps, je ne me rappelle pas que l'équipe nationale a fait double prolongation contre la Tunisie. Voilà. C'est bon pour le moral à quelques jours de la CAN? Oui, ce que j'ai toujours dit, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire les jeux méditerranéens, c'est une préparation, c'est l'étape suivante pour atteindre l'objectif d'être qualifié au championnat du monde. Et là je viens d'entendre encore le Kenya, ça veut dire il déclare forfait. C'est-à-dire c'est une opportunité, une chance pour nous. C'est-à-dire on a un match de moins, c'est-à-dire une journée de récupération. Et espérons préparer ce tournoi qui arrive dans 10 jours, dans de bonnes conditions. Et on va atteindre l'objectif qui a été tracé par le ministère et par la FED. Sinon, quels sont les enseignements tirés de ces jeux? C'est la continuité de la préparation sur le planning qu'on a tracé. C'est-à-dire, nous, on ne joue pas comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai pris cette équipe nationale, j'ai vu le passif et l'actif, j'ai pris ce qu'il en est. Et on est reparti sur. On devait rebâtir, c'est-à-dire, c'est l'objectif de refaire ce que je dis la dernière fois, cette équipe. Après cette édition, de faire au moins 2-3 éditions, ça jusqu'à 2030. Et soit on y est, on n'y est pas. C'est-à-dire, quand les gens vont venir après nous, où il y a une continuité, il y aura des joueurs qui peuvent terminer. Et la clé de la réussite maintenant ce tournoi il est terminé, on doit attaquer le prochain tournoi, c'est la qualification au championnat du monde. Sinon, pour les joueurs, après Berko, Zayob, on a vu la sortie de Rahim, c'est inquiétant. Rahim, ça veut dire que c'est tout normal, c'est quelqu'un qui a fait plus de 43-45 matchs, je crois. Et il enchaîne maintenant sur 6-7-8 matchs, ça fait normal, il a des courbatures et tout, on va essayer de faire une bonne récupération et tout. Berko, c'est en voie de guérison, c'est-à-dire ça, c'est une peau névrose, c'est-à-dire il a un écartement de 3 mm. J'ai confiance en staff médical qui est très professionnel. Là, malheureusement, la blessure de Abdi, ça c'est handicapant pour cette équipe. Mais on peut compter sur d'autres joueurs, c'est-à-dire nous, quand on a fait une liste élargie et j'ai confiance à ces joueurs qui vont représenter la au championnat du monde pour ce qu'elle fait championnat du monde, pour ce championnat d'Afrique, pour ce qu'elle fait championnat du monde, espérant atteindre l'objectif. انا من اول صرحت اول مره قلت لكم باللي الالعاب راح متوسط هي تحضير البطوله الافريقيه ما يغفلكوش من الفريق هذا راه في المرحله تاع كيفاش يقول لك لا معناتها كنت تحكي لي هكا شغل سي فغي سي كومبيسيون انترناسيون سي جو ميتيرانيا اي فو ريكولي يا 20 جور سا فدير جيتي با كومبلي يا لو 16 جو تلاقينا كاع اون ايطاليا اون افي دو ماتش كونتر ليكيب ايطاليان Là, je pouvais me préparer en Algérie. Ça pouvait être pire. Il fallait qu'on fasse la compétition. Et heureusement, on a trouvé une équipe nationale italienne qui nous a pu, ça veut dire, donner la chance de jouer deux matchs avec eux et nous ont accueillis là-bas. Et voilà, maintenant, c'est la continuité des jeux méditerranéens. Et je suis très content du match d'aujourd'hui. Ça donne confiance. Ce qui est bien, c'est la réaction qu'ils ont eu ces joueurs-là après le match d'Espagne. Malheureusement, on a perdu la qualification avec la Macédoine sur le match nul. Il y a toujours un gagnant, un perdant, c'est ça le sport. Espérons que l'avenir sera meilleur et on va redonner la joie à ce public, au peuple algérien pour la qualification championnat du monde. Je crois que
انت سالتني السؤال شنو التدعيم، انا كي تاخذ فوجي احنا قلت لكم احنا رانا في مجموعه ماهوش فريق، معناتها عندنا العناصر كون المجموعه، المجموعه معناتها عندي ثقه في كل لاعبين على حسب المثال. اليوم غيرت 5 أو 7 لاعبين ما كانوش اساسيين، كل واحد عرف يعمل الدور تاعه وحققنا النتيجه الموجوده. هي لازم تكون ثقه متبادله بين اللاعب والمدرب والطاقم، هذه هي. صعبات هذوك ما نقدرش نحكوا عليهم، واش صرانا كاع من قبل الكومبيتيسيون، ان شاء الله يجي النهار وكاين مسؤولين وما يهضروا فيهم. حنا التورنوا هذه استفدنا منها بزاف، بالك الماتش تاع الاسبان هو اللي خلانا اون باش في هاد لا كومبيتيسيون، ما كناش حاضرين كاع المباراة. ان شاء الله نعوضوها في كاس افريقيا، راح نديروا كاع اللي علينا اومور كاليفيكاسيون مونديال ان شاء الله. سير حنا على بالنا شي سنة فينا كاس افريقيا اوبليجي معنيه تاعنا مرتفع. حنا ابري الماتش تاع اسبانيا فوكاليزينا بوكو بليس على شامبيونات افريك، كما قلت لك ان شاء الله على بالنا شنو يستنى فينا، راح تكون الماموريه سهله. شفت اليوم النيفو كيفاش كونت لا تونيزي، ولا ان شاء الله لي جوار لازم ريكيبيري باش نكونوا واجدين جورج ان شاء الله. سير انا بريمير جور وين قالوا الوهره تستضيف الالعاب بحر ابيض المتوسط، كان على بالي بلي راح تنجح، و سورتو عندنا جمهور ما كانش واحد يقدر يشكك فيه، ولا تشوفوا في لو موند وتشوفوا الناس كاع حطوا لي زامبريسيون بوزيتيف على الاورغانيزاسيون ولا حتى الجمهور. هذا راح يفيدنا احنا كجزائر باش ننظموا بطولات اخرى ويزيد لي زانفراستركتور عندهم على مستوى عالمي، راح يفيدوا الرياضه باش تعاود تنهار من جديد ان شاء الله. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا دخلنا هذه الدوره باش تكون نحضروا فيها شوبيونات افريك تاعنا اللي كان فيها كان راح نصيبوا مستوى عالي شويه. كما اليوم المباراه تاع اليوم كان بون تيست لينا، شفنا باللي شوبيونات افريك ان شاء الله نقدروا نروحوا بعيد. هذه الدوره خرجنا بها يعني بنتيجه، اللي هي شفنا المستوى تاعنا الحقيقي ونراه لاحق. اليوم كانت اخر مباراه، كما يقولوا اخر تيست لينا، هذا هو التيست اللي احنا بنوا عليه ان شاء الله المستوى تاعنا. وكما يقولوا ليكيب تبنى من الخساره، ما تبناش من الربحه. الحمد لله احنا رانا راضيين بهذا المستوى، ما يخفاكش بلي كنا عامين منافسه رايبه، نشاط كنا حابسين كامل. ان شاء الله احنا رانا عازمين، نطلبوا من الجمهور ان شاء الله يساندنا، لو كان بكلمه طيبه ما يكونش يعني يساندنا، لو كان بكلمه. وان شاء الله رحنا ان شاء الله نشرفوكم في شوبيون افريك ان شاء الله باذن الله. صح. لا بريباراسيون اللي درناها ما كانش عندنا وقت باش نخدموا كامل كيف كيف، فهذاكش المدرب ديجا راه جديد مازال ما يعرفش كامل الجوار. بالنسبه ليا وبالنسبه لكامل الفريق الدوره كانت ايجابيه، كاين ديما تسيبري بالك الماتش تاع الاسبان اللي كان لينا كان ان شوك اللي ما كناش نسناو بلي حنلعبو هكذاك، ما دخلناش في الماتش بيان كوم إل فو. اليوم كيما شفتي المباراه كانت مليحه من جانب الفريقين، مشينا دو فوا وقت اضافي، تبان لي مع الاخر عينا خلاص ما قدرناش، عياو لي جوار. نشكر كامل اللاعبين طاقم فني، مازال حنا لوبجيكتيف تاعنا هي لا كوب دافريك باش نكاليفيو ان شاء الله لا كوب دو موند. سما هذيك هي لوبجيكتيف تاعنا، الدوره ما كانتش اوبجيكتيف باش ندو ميداي ولا نلعبو بوديوم، كانت بالك سيفري باش نتأهلو لنصف النهائي ولا، مي ما كتبش ربي. مازال كوب دافريك ان شاء الله، وهذيك هي لوبجيكتيف تاعنا باش نكاليفيو لا كوب دو موند ان شاء الله.